بداية مرحب فيكم. أشكر دولة قطر لدعوتها لنا، هذه أول مرة نأتي إلى هنا. كان افتتاح ممتازا جدا، لقد استمتعنا حتى اليوم، والآن ننتظر بفارغ الصبر أن نتناظر مع فرق أجنبية. وأفضل ما أعجبني فيه هو ذلك الفيلم الوثائقي الذي بين أن حصار قطر لم يؤثر سلبا على دولة قطر، بل بالعكس. منافسة قوية، هذه هي البطولة الدولية. I want to thank Qatar Debate for allowing me to come here and speak to native speakers and non-native speakers to increase my Arabic skills and meet wonderful, wonderful people from all over the world. وكل هذه العوامل جعلت منا كمتناظرين أو كمحكمين أو كمنظمين ومتطوعين أشخاص لديهم شغف بفن المناظرة. المناظرات أسلوب حياة. المناظرات أسلوب حياة.